احنا سعداء ان نلتقي ومع لنا القناة الاولى ولا الثانية ولا من دي ان تي في ولا حتى وكنا شي جميعة صغيرة ديال شي 20 واحد كون راه لقيتيهم كلهم واجدين ولكن الحمد لله الحمد لله كاين التعويض اليوم في الثورة الرقمية الحمد لله كاين التعويض اليوم في هذه الآلات الصغيرة التي تحملها هذه الشابات والشباب الغزلان ولاد بلادنا والتي يقدروا يوصلونا لأي نقطة في العالم حنا تنشافوا في أي نقطة من الكرة الأرضية مابقاش ممكن تحصر المعلومة في الصباح كنا في تجمع ديال أزيد من 2500 مواطن في جلسة افتتاحية من مثل هذا العرس مع كامل الأسف غابت كذلك كل القنوات الرسمية التلفزية ولذلك احنا مابقاش تيهمنا واش غادي يصورونا واش يدوزونا في التلفزيون واش يعرفونا الرأي العام ديك مليون ولا مليون ونص اللي تنشوف التلفزيون ديالهم حنا اللي تيهمنا هو اننا تنتواصلوا مباشرة مع المواطنات والمواطنين